اذا الكنترولابيليتي ماتريكس. خلينا بس قبل ما اكمل بهدول بدي اغير شوي بس النوتيشن اللي استعملناها، لانه احنا استعملنا النوتيشن بتختلف شوي عن الكتاب. فراح نعتبر انه هذا السيستم بشكل عام اللي هو A B C D له طبعا الاوردر تبعه N. واضح N عدد ايش ال N؟ state variables. وخليني افترض انه هون الانبوتس اللي سميناها احنا U of T مثلا هون، وهذه Y of T vectors هذول، بدال ما اسميها I و J بس راح اغير هذا اللي هون، راح اغير هاي اسميها R. احنا كنا نسميها I، ما في مشكلة، بس انا حابب استعمل هذول عشان ضلنا نستعمل نفس الترمولوجيا اللي كنا بالكتاب. فهذه عندي N، هذه عندي هون R، وهذه عندي M. فلذا جينا اطلعنا الآن على X dot بتساوي AX plus BU، Y بتساوي CX plus DU، A راح تضلها الدايمنشنز تبعتها ايش؟ N by N، مظبوط؟ فاحنا كنا نقول N by N، N by I، بس بدال I عندي N by R هذه. وبعدين عندي Y C راح تكون M by N، ودي راح تصير M by Y. اوكي؟ إذا عدد الانبوتس عندي R، عدد الاوتبوتس M، وعدد الستيتس N. إذا شو الدايمنشنز تبعت X مثلا؟ N في ايش؟ في واحد. إذا X راح تكون X1 X2، راح تكون هذه N في واحد. اوكي ماشي واضح لهاي؟ الدايمنشنز مثلا تبعت U، ايش راح تكون الدايمنشنز تبعت U؟ R في واحد، مش هيك؟ dimensions تبعت y m في واحد، مزبوط؟ طيب نطلع على الماتريكس، الكنترولابيليتي ماتريكس اسمها m. وهي راح نستعملها حتى نفحص الكنترولابيليتي. الكنترولابيليتي ماتريكس m مكونة من التالي: b a b A square B لحد ما أوصل A N minus 1 B. إيش يعني A B؟ يعني بضرب A في B. A square إيش معناها؟ A في A وبعدين بضربها في B. بضل هون إيش لحد ما أوصل A N minus 1 في B. هدول كم واحدة رح يطلعوا؟ N، لأنه هون N minus 1 وهون بدينا ب A to the zero كأنها مش موجودة، مش هيك؟ فهدول عددهم رح يكون N. قديش الدايمنشنز تبعت B؟ هاي راح تكون n، مش هيك؟ مظبوط. دايمنشن هذا هون n، هذا الدايمنشن قديش؟ b r. واذا عندي 1 input شو راح تكون هاي؟ واحد، مش هيك؟ اذا 1 single input b راح تكون شكلها زي هيك، بس element 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 حسب عدد elements r. فاذا هاي عدد الروز n وهاي عدد هدول r، هدول كلهم قديش راح يصيروا؟ قلنا هدول كم وحده؟ N. كل واحدة منهم R، تصير هاي N في R. طب إذا كانت R واحد، يعني كان عندي سينجل إنبوت، شو راح تصير الماتريكس هاي M؟ راح تصير N في N، مش هيك؟ وإذا صارت N في N راح تكون سكوير ماتريكس. إذا هاي is A square matrix only when. الله يطلع الشباب، بس قولهم الاشياء اللي عم تحكوها عم تطلع الفيديو، بس كثير من عم يحكوا اشياء كويسه. وين ار بتساوي واحد، اذا هاي بس سكوير ماتريكس لما يكون ار بيساوي واحد. اذا هون عندي هذه ان، وهذه هون واحد واحد واحد، اذا كانت هاي ار واحد. بس اذا ار ما كانت واحد رح تبطل هاي سكوير ماتريكس، مش هيك؟ ببطل اقدر اطلع لها ديترمنت، مظبوط؟ فبدي اعمل، بدنا نشوف هلا شو الفحص اللي بدنا نعمله حتى نقول انه سيستم كنترولبل او مش كنترولبل. اذا هاي الدايمنشنز تبعتها n في n باي r، n تايمز r. بلاش نحط x هون عشان بد خلص، هذه هي n في r. اوكي؟ n في n في n r. الحالة الوحيدة اللي هاي بتصير سكوير ماتريكس لما يكون r بيساوي واحد. هلا هون التشيك الفحص بيكون، بقول if قديش ممكن تكون الرانك تبعت M؟ N أكبر حاجة. إيش ممكن تكون الرانك تبعت N؟ N أكبر حاجة. N أصغر من NR، مش هيك؟ فالرانك تبعت هاي راح تكون N. أعلى رانك إلها ممكنة هي M. إذا if the rank of M
is equal to n, then the system is fully state control. Okay. شو يعني n؟ يعني بدي أفتش في داخل هاي هل فيها n by n matrix الديتيرمنت تبعها مش زيرو. إذا لقيت واحدة بس ماتريكس واحدة بأي هدول هون n by n والديتيرمنت تبعها مش زيرو مش سينجلر، معناها الرانك تبع هاي بده يكون n. إذا كانت سكوير ما فيش إشي أفتش عليه، هي نفسها بدها تكون non singular. يعني هون إذا كانت if m is square matrix، إمتى بتكون square matrix؟ لما إيش؟ لما عدد inputs يكون واحد. إذا if m is a square matrix then m is non singular. إيش يعني non singular؟ يعني determinant تبعها لا يساوي zero. Implies إذا كانت m non singular implies the system fully state controller. اوكي ماشي، واضح الكل فاهم هاي؟